دلوقتي معدنا مع أغنية راقية من تيخة. في الجزء ده من البرنامج تيخة بيقدم لنا أغنية كلاسيكية راقية. كان في واحد بيستني على المحطة لابس طربوش، لا مش طربوش، كان عالي ونصه كان زي البرنيطة ونصه طربوش، ماشي طربوش، وكان عوج الطربوش بزاوية حتى، وكان أكيد قاعد سعيد بيقول لو حد ماشي وجنبي عدى هيفتكرني مالك جديد. انا عارف اني بتعايق بالطربوش وده غيران مني عشان ما عندهش، واللي بيشوفني نفسه يفتكرني باشا ولا ايه؟ يا حضرة الافندي ما تقولي رأيك ايه؟ وكان في حاجة تانية فرحا بيها نسيت انا اقول عليها، شوكولاتة غالية هو كان شريها وعشان كده خايف عليها، وكانت أحلى ماركة شوكولاتة سادة وكمان بمكسرات، عشان كده كان قاعد ومقلاطة كل شي شاري مزورات. الشوكولاتة عندي أغلى من الذهب وطعمها في بقي بينسيني التعب، معرفش أنا من غير الشوكولاتة كان يجرالي إيه؟ يا حضرة الأفندي عمال بتبحلق ليه؟ وكان صيف والشمس في عز الظهر سخنة عالشوكولاتة معطلوش، وحتى احنا الواقفين معاه من حر دخنة انا بس نفسي دول ما يتيحوش، مش شمس مخد شوا زي البطاطا وقعد يفكر يزيوها، وكان خايف قوي عالشوكولاتة لا تسيح وتبقى شربتنا الحر وكل شيء جديد هي تطلع على فشوش، والشوكولاتة لو فحت كمان هيفضل ليا ايه؟ يا فوق الترولي انت اتأخرت ليه؟ وقال خلاص لازم انا اضحي بنفسي عشان الطربوش والشوكولاتة تعيش، فابعد الشوكولاتة عن شعاع شمسي وفوقها الطربوش كأنه شيش. يا ناس خلي بالكو ما تقعدوا هنا، لو جي حد يقعد وإن سألكو قولوا له دي حاجتي أنا. طربوشي وشوكولاتي خلاص بقوا معاجين، قعد عليهم جرنا باين علي تخين، أنا أخاف أكلمه إزاي بقى هقدر عليه، في حد يقول لي دلوقتي هعمل ايه؟ طربوش وشوكولاته خلاص بقوا عليه، قعد عليهم جرنا باين عليه تقيل، هو يخاف يكلمه ازاي بقى يقدر عليه؟ يا عم اسمك ايه؟ المخرج عمره ما اداني اسم، انا بمثل معاهم من اول حلقه ولغايه دلوقتي ملياش اسم.